اهلا وسهلا بالجميع، ما رضا الله الا برضا الوالدين. صباح النور صباح الفل، لانه يعني احنا موجودين صباح اليوم في مدينه جربه، جزيره الاحلام. جربه احسن منطقه واعز منطقه سياحيه بالنسبه لي انا اللي زرتها في السنوات الفارته، وحاليا ها نحن نقدم لكم اشهى طبق سعد الملح. كيفاش تروبوه بالليل العظم؟ كيفاش تجي تطلع مروبو ولا سر هذا؟ اما ها الصحن التونسي سردينا ويتيام دينار ب 800. ناج محمد الفرجاني يعرفوا اللي ثم حانوت صغيره ماهيش كبيره برشا، لكن اختصاص جميل جدا ورائع وطيب، خاصة في الصحن التونسي والكسكروت. هو كسكروت عند سعد الملح. الملح هي الكنية نتاع الشخص الأصلي، معناها اللي حمل الساندويتش هذا. تسهل أي جيربيان ولا أي جيربي تقول له نحب نعمل كسكروت تون ولا صحن تونسي، بطبيعة الحال يوجهك ديريكت المحل هذا. ماهوش بعيد برشا، في وسط البلاد، الحومة، سوق الربع شارع بن زرد. شارع بن زرد. قبل لا نبدو في الماكل ونبدو الواحد، مش نشوفوا الصورة نتاع الشخص هذا. شكون السيد هذا؟ هذا سي سعد الملح، الكسكروت في قنصوص الأصلي. الأصلي. وهذا شكون هو؟ الدين بن عبد القادر. ولده. ولد خوه. معناها فاميليا واحدة. باهي. وأنت؟ أنا صناع. وأنتم الصناع، وأنت؟ أنا ولده. أنت ولد سي عبد القادر. سي عزدين. سي عزدين وين تو؟ الله يرحم. دونك ها ولدو معنا. دونك مرحبا بكم. عايشك يعطيك الصحة. الأخ كذلك سان على هنا. مرحبا. دونك باش نشوفوا مع سي مبروك. هكا ولا سي مبروك؟ شوفوا معك الاختصاص نتاع الكسكروت التون والصحن التونسي نتاع، خنشوفوا الخصوصية الساعة. وعلاش الجراب يحبوه؟ اولا الكسكروت هو زعما، وشنو هي النكهه الباهيه والطيبه اللي فيه تخلي الناس الكل تزور جربه لابد ان تجي تاكل صحن تونسي وكسكروت تون مع سعد الملح؟ هو بدا الكسكروت هو اللي هو صغير سعد الملح. اي من 69 اللي من عام 69. اي اخر 69 اللي حمد الله غير الكسكروت هذا ولا صحن تونسي. خفه الكسكروت هذه خفه. شوفوا تو الصحين شوفوا تو الصحين تاع سعد المالح، الصحن التونسي اللي هو مكوناته سلطة، بطاطا، فاريونت زيتون، اي ليمون، اي ومسير فلفل، اي وعظيمة مروبة ولا طيبة؟ عظيم مروبة ولا طيب؟ مروبة ولا طيب؟ لا صحن تعملوا الاثنين انتوما، معناها الصحن التونسي المعروف انه العظمة مروبة. مروبة. اي نعملوا عظمة مروبة. مش مروبة نعطوه طيب. نعطوه طيب، اي. هذه مروبة. هذه مروبة. تو كيفاش تروبوه بالليل العظم؟ كيفاش تجي تطلع مروبة؟ ولا سر هذا؟ سر سبيسيال. سبيسيال هذا ما تقولوش مثلا انتوما. فما طن ولا سردينة. طن ولا سردينة؟ احنا ما عملناش، لا اعطينا صحن تونسي سردينة، لا سردينة. فما اللي حب طن. اي نعرف، اما ها الصحن التونسي سردينه مع كعبه بركه. اي كعبه. كعبه سردينه. لا لا. معناها سوبليمون ينجم يدخل. ينجم يزيدوا كعبه ضخمه. ايه هكاك زياده. اي فهمتك. والحار والهريسه معروفه. والهريسه. هذه معروفه الهريسه. اي. شويه زيت. شويه زيت. زيت زيتونه ولا زيت عادي؟ لا زيت عادي. زيت عادي. زيت طن. باهي هذا الصحن التونسي. الصحن هذا بقداش؟ هذا 2300. 3300 سردينه راهو 3300 والطن 3500 فرنك. باهي خلاص. باهي تو باش نعملوا كسكروت تون تاع سعد المال. ها نشوفوا خويا كسكروت تون تاع سعد المال. سلطه كيما نفس الصحن. فهمتك. ايه نفس المكونات. نفس المكونات كل شيء. الفاريون تخدموا وحدكم ولا تشرو شريان؟ تشرو شريان. كان مسير تخدموا وحدكم. مسير تخدموا وحدكم. هو الليمون. هو الليمون، اما الفاريون لا. باهي. وطن. وطن. لا خلينا في الطن. خلينا في الطن. خلينا في الطن. فوالا. اسكرو الطن.
باه هذا الطل شويه هريسه مفروك وشويه زيت. ما تخدموش تابونا عربي؟ لا تابونا لا. كم باقيت؟ كم باقيت برك؟ باه قداش الكسكروت طن هكا؟ هذا كسكروت 2900 طن. 2900 والسردينه؟ والسردينه 2300 باهي كلاس. باهي توا فما الويتيام صار معروف. اه كيفاش؟ فما ويتيام اقل. اه ويتيام الويتيام اللي هو ربع الباقيت ولا ثمن الباقيت الباقيت تقسم على ثلاثة. الباقيت تقسم على ثلاثة نفس كسكروت نفس كسكروت. قداش سومو؟ هذاك دينار و900 سردينة وطن 2000 فرنك. طن 2000 فرنك ان شاء الله. ودينار 900 سردينة. تعمل ويتيام شكون يعمل ويتيام؟ دينار اعمل ويتيام. هاي اعمل لنا ويتيام سيدي. في الويتيام هذا ما يمس هذا الويتيام سريسة سلطة بطاطا باريون سردينة ولا طن؟ سردينة ويتيام ويتيام سردينة ويتيام سردينة. اه طن طن ولا سردينة؟ سردين سردين هاي ويتيام سردينة سيدي. شوية ليمون من فوق شوية ليمون من فوق وشوية صوص شوية صوص. هذا الويتيام داي ولا معناها اللي يجي يفطر ياخذ صحن كنحبوا. قلنا صحن سردينه قداش؟ هذاك بالسردينه قداش؟ 3100 3100 ويتيام دينار 800 معناها قداش جو؟ 4900 4900 وصحن وكسكرو التون 2900 4900 6000 7800 ثلاثة من نفس يجوا يفطر ب 7800 في عند سعد المالح اللي في تونس العاصمة. صحن تونسي توا حاليا قرب على 5000 فرنك بين 4500 و 5000 فرنك. أرخص حاجة لا لا أرخص كسكروت شفناه. أرخص حاجة قاعد طويل. وزيدوا صحن تونسي بالسردين. بالسردين. سي مبروك بارك الله فيك. يعطيكم الصحة شكرا جزيلا. هذا الفيديو نتاعنا بعد أخونا سعد المالح بارك الله فيهم ساعة على الاستضافة ورحبت الصدر نشكرهم شكرا جزيلا. ماذا بكم كي تجوا الجربة تجوا وين سوق الربع هكا ولا شارع بنزر بنزر وتزوروا سعد المالح تاخذوا من عنده صحين تونسي بالسردينة ولا صحين تونسي بالتل هكا ولا وحايد ويتيام اذا كان حبيتوا مشكم جواعة برشا. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله من محل سعد المالح من جزيرة الأحلام جربة. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وما رضا الله إلا برضا الوالدين.